الإصابة بالتخمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك من العادات الشائعة التي تميز هذه الأيام بسبب الاستهلاك اللاعقلاني للحوم الأضاحي بعد عيد الأضحى، ما يؤدي إلى الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة قد تصل بالمواطنين إلى أبواب المستشفيات والصيدليات لاقتناء ما قد يزيل مضاعفاتها. احنا في العدد تاعنا عندنا احنا الجزائريين ننتمي الى نظام غذائي اللي هو نظام البحر الابيض المتوسط. نظام البحر الابيض المتوسط ما يعتمدش كثيرا على اللحوم، يعني جسمنا حنايا والمعده تاعنا احنا كجزائريين في شمال افريقيا وحتى اللي دايرين كامل على الميديتيراني واقفين ناكل الخضروات بكثره، الفواكه، الحبوب، الفواكه الجافه، نستعملوا زيت الزيتون، نستعملوا اللحوم والاسماك بكميه قليله، ونستعملوا حتى الحليب والمواد الجبنيه تاعو بكميه قليله. حنا هنايا في اليوم ايام العيد على عكس العام كامل الجزائريين يخش بزاف اللحم ياكل الكثير منها، هذه راح تشكل عليه يدير له صعوبه في الهضم، صعوبه في الهضم، زيد على ذلك اخطار اللحوم، هي الاخطار ما عندهاش علاقه مباشره بالانسان كلا غير في العيد، الخطر هذاك تاع اللحوم اللي ياكل بزاف، كما عندنا اخطار كما الناس اللي تاكل بزاف اللحم، كاين اخطار كما اختار سرطان الكولون وسرطان المستقيم، عندنا ثاني سكري النوع الثاني، عندنا ارتفاع الكوليسترول في الدم، هذو يجوا كيكون تناول بكميه كبيره وبمده طويله. وينصح أخصائيو التغذية المواطنين بالاعتدال في استهلاك لحوم الأضاحي وتفادي قليها، وكذا بتناول الخضار والوجبات الغنية بالألياف التي تحمي من تناولها من الأضرار التي يسببها الإفراط في استهلاك اللحم. من بكرة من ناحية وش يأكل؟ احنا نعرفوا بلي نستهلكوا بزاف اللحوم والمواد حتى السكريات في العيد والحلويات، احنا واش ننصحوا؟ ننصحوا الإنسان يأكل غذاء كامل وسليم، ودائما تنقولوا الى كومباني لي فيوند تاع لي ليغوم مع لي فروي، علاش لازم يكون توازن؟ وشو التوازن؟ نصف الاكل ديالو ولا نصف الوجبه تاعو تكون مكونه من خضر وفواكه، والنصف الثاني من الوجبه يقسموا على اثنين، ربع يديروا نشويات مثلا خبز كامل ولا عجائن ولا رز ولا بطاطا، هذو ما نشويات، والربع الاخر هو اللي يديروا بروتينات، البروتينات هذو يقدروا يكونوا لحوم. اللحوم ما لازمش يزيد اكثر من زوج مرات في اليوم، ولا الكميه لازم تكون كانت معقوله. التساهل في استهلاك اللحوم يكلف الكثير، خاصه في الوقت التي اثبتت فيه الدراسات الحديثه بان استهلاك 100 غرام من اللحوم الحمراء يوميا يؤدي الى زياده خطر الاصابه بمرض السكري بنسبه 19%.